قاعد هنا بتاخد اقل وبتطحن وخد بالك والدنيا كلها ضغط عليك، ولكن في نفس التوقيت انت مستفيد ايه؟ وضع اجتماعي معين، انت مستفيد نجوميه اكتر، انت مش عارف ايه بتصير، لكن ماديا انت بتقل. فكل حاجه، كل حاجه مقابل حاجه، مش حاجه بتاخد كل حاجه. احنا بنحسبها. انا ما اقدرش اقول لك انا الوقت هو اي، اقول لك لا ما خلاص احنا هنمشي، لا ممكن يكون هم العرض بتاعهم في الوقت اللي هو الاحسن. طيب وبقاء زيزو احسن بعد ما نحسبها. طيب هقعد اي مشكله. طيب انت من كلامك متضايق من مجلس الاداره، انت شايف المجلس الاداره بينهيها بطريقه مش حلوه. محدش بيحب الزمالك غير جمهوره. صحيح. انا تعاملت مع 6 مجالس ادارات من 19 لغايه الوقت 6. الست مجالس ادارات شكل بعض، تحس انهم كلهم اخوات. طيب. بنفس التفكير، بنفس الطريقه، بنفس حاسه كل في الاخر خالص تستفيد من ورا النادي. صح. اللي عاوز شهره عشان هو معاه فلوس، فعاوز شهره عشان يتصير ويتلمع وبتاع، واللي عاوز يشتغل عشان خاطر يكسب مكاسب ماديه وكلام من ورا الموضوع.